كيف يمكن تحديث أفلام الرسوم المتحركة التقليدية المرسومة باليد أو بالأبيض والأسود لجذب الأجيال الجديدة من المشاهدين الذين يفضلون رسومات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد؟ في هذا الاستوديو للرسوم المتحركة في براغ العمل يسير بهذا الاتجاه، وتم تطوير بعض الأدوات الواعدة. عهد جديد يقوم على البرمجيات المصممة لمكننة تلوين الرسوم المتحركة المرسومة باليد. تم اختبار البرنامج على طرق مختلفة من الرسم والرسوم بالأسود والأبيض. طورنا خوارزميات جديدة لإيجاد حدود المناطق المرسومة التي علينا تلوينها، بذلك عمل المستخدم سيقتصر على توفير بعض المؤشرات حول أماكن هذه المناطق. الباحثون في هذا المشروع البحثي الأوروبي أدركوا بعد حين أن هذا البرنامج يمكن أن يستخدم ليس فقط لاستعادة الرسوم المتحركة القديمة، بل ولتعزيز الإمكانيات التقنية والفنية لصنع الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد والموجودة فعلاً. بالإمكان مثلاً خلق رسوماً ثلاثية الأبعاد تقريباً على صورة مرسومة باليد، وهذا كان من المستحيل القيام به. بالإمكان أيضاً إدخال معلومات بصرية أو لمسية أكثر ثراءً. كان يمكن جمع كل هذا معاً لإنتاج صور تبدو كالرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، لكنها في الواقع رسوم متحركة ثنائية الأبعاد. كيف يمكن لهذه التقنيات أن تستخدم من قبل المتخصصين؟ تم تصميم البرنامج ليكون مرناً، بحيث يمكن استخدامه في أساليب الرسم المختلفة بطريقة دقيقة وبجهد يدوي أقل من الجهد المطلوب لإنجاز الرسوم المتحركة. حسبما فهمت، سأتمكن أيضاً من إدخال الصور المرسومة باليد وعلى الورقة إلى الرسوم المتحركة. فالرسم على الورقة أسلوب جميل وأحبه كثيراً، وأفتقده بعض الشيء حين أعمل على أقراص الرسوم البيانية هذه. في الرسوم المتحركة كل شيء يتطلب الكثير من الوقت، بيد أن برنامجاً كهذا سيمكننا من الذهاب أبعد وأسرع بكثير، وسنستمتع بعض الشيء. تم للتو تسويق البرمجيات كمكونات في برنامج التصميم الجرافيكي القائم. الخبراء يأملون أن تكون الخطوة الأولى نحو التنافسية التي تشتد الحاجة إليها في صناعة السينما والرسوم المتحركة الأوروبية. تمكننا من تلوين مجموعة من الصور مباشرة، هذا يعني بضربة فرشاة واحدة نستطيع تلوين عشرات وعشرات الصور. هذا شيء لم يكن ممكنا من قبل، إنه تغيير مهم جدا في سير عملنا. البرنامج الجديد يساهم في تقليص نفقات صنع الرسوم المتحركة، فالتلوين عملية بطيئة جدا، وغالبا ما نستعين بمصادر من خارج أوروبا. تلوين الرسوم المتحركة في أوروبا بشكل سريع يعد تحديا حقيقيا. Pouvoir coloriser rapidement, c'est un vrai défi.